احمد. يا ست وفاء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي الكريمه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سلمك الله من كل سوء ومكروه. يا رب يا رب، ادعي لنا يا شيخ، ربنا يفكر ابنه ان شاء الله، ربنا ودي الولد يرضيك، ربنا يهديه، ربنا ربنا يهدي يهديه ولدي على طاعة ربنا، ان شاء ربنا يهديه على طاعة ربنا يا شيخ. والله هو متجوز ومعها عيال، بس عاطي عاطي، ما بيصليش، ما بي مش عارفه اقول لك ايه. والله يا شيخ بسم ادعي الله. له بالله عليك، ادعي له دعوه كده، دعوه طاب. يا حاجة وفاء، يا حاجة وفاء، أنت عندك كام سنة؟ انا ليا دلوقتي 49 سنه. طيب أنا أقول لك على حاجة بسيطة كده بيني وبينك يعني، بس تمام يا ما شيخ، تقولهاش لحد خالص. معاه ماشي يا شيخ. اوعي تطلبي الدعاء من شيخ لابنك وانت موجودة، فأنت ده إلى اللي الله، تقيله والله، اسمعيني، أنت إلى الله أقرب. أنا قد دعائي بين القبول والرفض، اسمعيني الكلام ده كويس قوي. أي حد في تمام. الدنيا، دعاء الشيخ، دعاء الولي، دعاء الراجل الصالح بين القبول والرفض، أما دعاء أبيك وأمك فهو دعاء مقبول حتى ولو كانوا أهل شرك. والله علشان العظيم كده يا شيخ، كل واحد يسمعني كويس قوي، اوعوا تمام ما تدعوش لولادكم، اوعوا ما تدعوش لبناتكم، ادعي له كتير يا حاجة، وانت ساجدة ادعي له. وهقول لك على حاجة تانية، تصدقي تصدقي بنية ان ربنا يكرمه ويهديه. وحاجة تالتة، في ثلث الليل الاخير يا حاجة وفاء صلي ركعتين بنية ان ربنا يهديه. واحد يقول لي هصلي عشان ربنا يهديه، اه، الحسن البصري كان يقول لولدي اني لازيد في صلاتي من اجلك انت، من اجل ان يهديك الله ويصلح حالك، يا وتتصدق رب. بتلك النيه. وفي سوره الكهف يا ساده، ربنا سبحانه وتعالى اكرم الولدين، ها فاكرين عشان ايه؟ اسمع ربنا بيقول ايه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فيا حبيبي اللي سامعني، يا كل الدنيا، لو أبوك مشرك، لو أبوك عاصي، لو أبوك ما بيصليش، لو أبوك أفجر أهل الأرض، هو أبوك وهي أمك، روح بوس إيديها واطلب منهم الدعاء، أدام أنت بار فثق. طب واحد تاني يقول لي استنى يا عم الشيخ، ده امي مش عارفه، مش لاقي لها حل، مش عارف لها سيستم. حاضر يا سيدي احمد، اخرج فاصل بس اصبر عليا دقيقه واحده بس، عشان السؤال ده بيجيني كتير قوي. يقول لي امي مش عارف لها حل، يمين مش عارف، شمال مش عارف، فوق مش عارف، تحت ابويا كده. يا عم الشيخ وبيدي علي، انا اللي براه والله. اتصلت بيا بنتي جميله جدا من دوله بره، قالت لي ابوس رجلك والله بالنص كده، ربنا يبارك فيها، انا عايزك تصلحني على امي. طب انت عملتي ايه لامك؟ قالت لي والله ما عملت شيء، ده انا مهنيه امي ومزقطه امي وعامله في امي وي وي وي. وهي صادقه، لان لما كلمت امها نفس القصه، انما لحاجات تافهه ملهاش لازمه والبنت ملهاش حاجه فيها. الام مقطعه بقالها سنه وبتدعي على البنت، فالبنت منهاره من دعاء امها. قلت لها لا حسبي بقى، اصل ربنا اسمه الحكم العدل. يعني ايه الحكم العدل يا عم الشيخ؟ يعني ربنا قال لك آية في القرآن كده بيقول ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني انا وانا داخل البرنامج مثلا، وجي رئيس القناه خصم لي 3 ايام عشان انا جيت متاخر، فاقول له حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ياخد، ما يتقبلش مني ربنا. ليه ما يتقبلش مني ربنا؟ لان انا مش مظلوم. كذلك الاب والام لو ما كانوش مظلومين او معقوقين فليدعوا ما شاءوا، ما تخافوش، انما اطلبوا صالح دعائهم تفوزوا بجنة وتفوزوا بسعد وتفوزوا بهناء، حتى ولو كانوا مشركين، حتى ولو كانوا عاصين، حتى ولو كانوا كافرين.